مرحبا بحضراتكم. اول فقراتنا الحواريه، وخلينا نقول كده ان في حاجات كتيره جدا بتسعدنا الحمد لله. الرياضه المصريه برده في تطور مستمر، ويمكن وش البرنامج ده برده حلو، لان ضيوفنا لما بيجوا في 10 الصبح في الاهلي بجد والله ده لحد دلوقتي يعني بيبقى فيه فوز بعد كده في البطولات اللي بيواجهوها، فحاجه محترمه جدا. وبنتكلم عن منتخب مصر الكيك بوكسنج وفوزه بالبطوله العربيه والافريقيه، حاجه مشرفه جدا. بس نعرف بقى الرحله والكواليس وغيره. خلينا نرحب بس في البدايه بكابتن محمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسنج. يا صباح النصر بقى، خلينا نقول هنا تستحق. هنا محلها فعلا. صباح الورد. صباح الورد مستر كريم. صباح يوم مبروك، ومتشرفين بوجود حضرتك معانا. وطبعا زي ما هوند بتقول اكيد يعني الانجازات دي ليها كواليس وراها مجهودات كبيره، عايزين يعني على قد ما نقدر نلخصها كده في لقائنا مع حضرتك. ولو تسمح لنا نبتدي بتكريم الامس من السيد وزير الشباب والرياضه وانعكاس هذا التكريم على اللاعبين والمسؤولين. بس انا عايز اوصل حضرتك دكتور اشرف صبحي، بالنسبه لنا مش مجرد وزير، احنا تعاقب حياتنا الرياضيه عشنا طول حياتنا في الملعب، فتعاقب علينا وزراء كتير. لكني يعني عارف انك عارف قصتنا، احنا حكيناها قبل كده بس بريف سريع. احنا رياضه قعدنا 20 سنه نبحث عن كيان، عارف امر صعب قوي. فيجي وزير قوي، وزير مهتم بالتفاصيل الرياضيه، وزير مهتم بالالعاب الاخرى غير كره القدم، يعني كره القدم وغيرها، فالعابنا الفرديه كانت كتير قوي بتتظلم، وجي ينتصر لنا ويتعمل لنا اتحاد. فهو ليه عندنا معزه غير عاديه عند كل ولاد لعبه الكيك بوكسنج في مصر. اكيد. فلما بيستقبلنا احنا احد انجازاته هو كوزير. ليه؟ لانه في عهده انشئ اكتر من اتحاد رياضي، احنا واحد منهم. صحيح. واحنا في سنه واحده قدرنا نعمل اكتر من انجاز، مش البطوله العربيه بس، احنا عملنا البطوله الافريقيه جبنا اول كاس افريقيا. أيوة. والبطوله العربيه جبنا اول سيدات في البطوله العربيه للكيك بوكسنج، وتاني رجال في اسلوب الكيو واجب. في عملنا نظمنا بطوله افريقيا للسامبو على ارض مصر، وكان في يعني دعم غير عادي. كل نقطه من دول تحتاج حوار كتير بس اتبلور، بس بدايه قويه كمان للنشاط الاتحاد. طبعا حضرتك فاكر احنا لما جينا قلنا ان احنا عندنا حلم كبير، ان احنا نثبت للعالم ونثبت للمصريين اللعبه دي هي افضل لعبه في مصر. اجتهدنا ان احنا نوصل في كل مكان في الجمهوريه، كل مركز شباب، كل نادي، بقينا الى حد ما اي ولي امر يقدر يبحث عن الكيك بوكسنج هيلاقيه موجود قريب منه، اي جيم خاص هتلاقينا موجودين. ثم حاولنا نعمل منتخبات لمراحل مختلفه، منتخبات للبراعم، للناشئين، للشباب، للكبار. معظم الالعاب بيهتم بس بالدرجه الاولى، لكن احنا حاولنا نوزع مجهودنا على كل المراحل. لما جينا نختار منتخبات قوميه اخترنا الاصغر سنا، يعني لو تساوى الاثنين في المستوى لا هاخد الاصغر اللي هيقعد معايا فتره اطول. لما جينا نعمل اعداد التصفيات مره واثنين وثلاثه واربعه، انا مش متوفر ليا اقدر اطلع اكتر من معسكر دولي او اقدر اطلع اكتر من لقاء دولي، فكانت لا معلش المعسكرات الخارجيه يعني مش متوفره ولا محدوده؟ لا احنا اتحاد جديد موارده الى حد ما محدوده. اوكي. يعني الناس بتحسدنا ان احنا سبقنا بالتزامن كمان مع موضوع كورونا، ولا اكيد يعني ليه برضه انعكاسات. تمام. هو الناس شايفانا بنعمل نشاط كبير وبيجي لنا اعداد كتيره، فده بيوفر لنا مليات الى حد ما مناسبه، قدرنا ندير مواردنا صح عشان نقدر بدل ما نستعد برضو للبطوله على الاقل. بس ما اقدرش اطلع معسكر خارجي لان المعسكر الخارجي ميزانيته بالنسبه لي كتيره، فكان معسكرات الداخليه التجارب المختلفه مع اللاعبين المختلفه مع افضل العناصر جوه منتخب مصر لحد ما حددنا هم دول اتعمل لهم اعداد مناسب، اولا في معسكر مفتوح ثم معسكر مغلق. هم دول اعدادهم ما كانش اعداد بس مهاري او بدني، لا اعداد مهاري وبدني ونفسي على اساس ان الاولاد دول في اول مشاركاتهم يقدروا يعملوا نتيجه كويسه. لما طلعوا كاس افريقيا فاجئوا الدنيا كلها، مصر جت اول افريقيا. مفاجاه يعني عارف حضرتك، هي دي مش اول مره تحصل فعلا في رياضه لسه بتكون يعني ناشئه او يعني لسه ايه بتاخد وضعها في مصر، بس بتروح وتلاقي مصر حصدت اللقب او البطوله او الميداليه الذهبيه فيها او في حاجة برضو مختلفة. لا في حاجة والله العظيم بجد، ده فرشور فيها حاجة حلوة، وفي حاجة فينا احنا حلوة برضو كمصريين على فكرة. الإرادة يعني ممكن تعدي بيها شوط كبير قوي عن استعدادات بدنية وغيره وغيره. لا الإرادة غير السمات النفسية اللي عند أولادنا، السمات البدنية اللي عند أولادنا، الإصرار عزيمتهم ان هم يعملوا حاجه، ده دافع كبير جدا مع شغلنا احنا كاتحادات، وبنحاول نوفر لهم الجو المناسب. الى انهم رجعنا
استعدينا اكتر. البطوله العربيه عندنا صعبه شويتين ثلاثه لتفاصيل يمكن مش حابب اتكلم عنها قوي، بس هي في تفاصيل يعني لما طلعنا اصعب من افريقيه، اصعب لاسباب. فلما طلعنا البطوله العربيه البنات ما حدش واقف قدامهم، دايما حد بيفاجئ البنات ما حدش واقف قدامهم. يعني عايز اقول لك البنات اللي بره العرب بيقولوا انتوا مش عندكم بنات، يعني البنات مش عندكم بنات، ده البنات عندكم زي الرجاله. الواقع يعني هناخدها از كومبلمنت، يعني هناخدها مجامله مش مهم. في الاصرار البنات زي القمر، ما زعلوا مني ولا حاجه. لا هو مش كلامك، لا اقصد في الاصرار، في عزيمتهم، في يعني في قدراتهم. بتلاقي مقاتل بيلعب، يعني انا عايز اقول لك اللي بيكلمني ده مين، اللي هو الخصوم، الاولاد الاول المنافسين، البنات المنافسين، احنا انتوا جايين يعني بروح علينا يعني بروح علينا. حاجه عظيمه. وبعدين احنا كده يعني من خلال الانجاز الاخير ده نقدر نستنتج او يعني نستشف كده وضعنا في الرياضه دي عربيا وافريقيا نتيجه الانجازات. طيب عالميا بقى احنا فين؟ يعني اصدقك القول، الامر في بطولات العالم امر صعب. احنا كان زمان الكيك بوكسنج منظمات، فكان كل حد بيروح يلعب بدور الثمانيه دور الاربعه يجيب ميداليه ويرجع. دلوقتي احنا بقى عندنا اتحاد دولي وتم الاعتراف بيه اولمبيا، بقت لعبه في اتجاهها للاولمبياد. طيب اللعبه دي بقينا نلعب بطولات العالم من الدور ال 128، يعني الولد عشان يبقى بطل عالم مش هيلعب له اقل من 7 ماتشات. عشان يبقى بطل عالم الامر ما بقاش سهل، والدول بتعد كويس ولادها للمنافسه دي. واحنا كدوله جديده قديمه عندها خبرات لكنها جديده في كيانها، حابب اعمل نتائج، حابب الامر ما يبقاش مقصور على على نتائجنا عربيا وافريقيا. ودي تعليمات معالي الوزير على فكره واحنا قاعدين امبارح، احنا عربيا الحمد لله، افريقيا الحمد لله، بس طموحنا عالميا. الحمد لله عالميا. الناحيه دي بقى لازم نعد الولاد اكتر من مره على احتكاك دولي مناسب للحدث اللي هم يلعبوه، لان الموضوع مش سهل. يعني هنا الموضوع مش سهل، هنا الموضوع ان الولاد دول لازم يؤهلوا بشكل مناسب لحدث زي بطوله العالم. فانا في خطتنا شبابنا دول هيطلعوا اكتر من لقاء دولي او اكتر من بطوله دوليه اقل من بطوله العالم، لحد ما يحسوا هم جواهم ان هم قادرين ياخدوها بجد، لحد ما هم يحسوا ويؤهلوا لده بجد، ياخدوا الخبرات الكافيه لراجل بطل عالم. وان شاء الله يكون. انا بكلم حضرتك مش من واقع ان انا رئيس اتحاد، من واقع ان انا كنت في يوم من الايام فني وفي يوم من الايام مسؤول على المنتخب القومي، وعارف قد ايه هم محتاجين الاعداد المناسب عشان ما نروحش ونفرح بميداليه. ايوه احنا عندنا ابطال جمال، انا عارف احمد اسماعيل بيتفرج عليا، بطل جميل كل بطوله يطلع يجيب 2 دهب رائع، وعندنا بنات جمال كسروا الدنيا. ولكن انا عندي امل بفريق. انا عارف الناس بتبص الكلام ده المتخصصين في الرياضه في العالم اللي بيسمعنا من العرب، احنا ممكن يطلع يعني يقولوا كلامي دي صعب، لكن انا بحلم ان مصر تطلع تعمل ترتيب عام في بطوله العالم، وحلمنا ده قادرين نحققه ان شاء الله لو اشتغلنا عليه بشكل صحيح. فكره النهارده ان ولادي يتربوا على فكره النهارده بمركز ثالث، النهارده بمركز ثاني، فكره النهارده يبقى عندي ميداليه واحده، انا ده مش لا يرضي طموحي. طموحنا ان احنا نطلع نقول للعالم ان الابطال المصريين في رياضه الكيك بوكسنج هم الاقوى، فانا بعدهم بالشكل ده ان شاء الله نبقى نعمله باذن الله يكون ان شاء الله. خلينا نروح لبطوله العالم اللي فاز بيها العقيد ابو ستيت، وهذا اللقب برضو اللي اكيد يشرف، فخلينا نعرف برضو. بس يعني هو في ميس اندرستاند في الاعلام، احنا عندنا الكيك بوكسنج ليه اكتر من شكل واكتر من اسلوب واكتر من طريق. نعرف بقى من حضرتك المعلومات دي. في اساليب للكيك بوكسنج ده موضوع، وفي موضوع تاني الشكل اللي يدار بيه الكيك بوكسنج. في شكل الهوايه وشكل الاحتراف. شكل الهوايه زي بطوله العالم الوكمه اللي حضرتك بتشوفيها، او يعني اللاعب لابس ادواته الحمايه كامله، الهيد جارد والجلافز الشين جارد، ادواته كامله وبيلعب الرياضه بتاعتنا. شكل الاحتراف ده شركات عالميه تنفذ حدث، مثلا محمد علي كلاي بيلاعب فلان، تحدي، فاحنا بنسميه لقاء احترافي دولي، نقدر نقول ده لكيان اسمه اير فورس 1. اتعمل اللقاء الاحترافي الدولي ده بين الكابتن محمد عبده وكابتن واللاعب بطل نيكيتا من روسيا. كابتن محمد عبده فيه من مميزات ان هو من يعني يمثل القوات المسلحه المصريه، رجل ذو علم، فاتعمل المباراه وطبعا اسعد المصريين. لكن انا بتمنى ان يبقى ده التواجد الاعلامي باستمرار، يعني اون تايم جه نقل الايفنت بشكل كامل. المصريين شافوا الشكل الاحترافي للعبتنا، وده مكسبنا كرياضه. الشكل الاحترافي للعبتنا، لعبتنا حضرتك بتشوف مصارعه المحترفين،
بتشوف قد ايه الابهار اللي موجود فيها. الكيك بوكسنج على مستوى الاحتراف كده. انا عايز هنا اقف عند نقطه في حاجه اسمها الاستثمار الرياضي اللي بتبحث عنه الاستثمار بشكل عام اللي بتبحث عنه الدوله وتطويره ويبحث عنه وزير الشباب والرياضه، وانا فتحت الموضوع ده معاه بشكل خاص في اجتماع خاص. الاستثمار الرياضي ازاي الرياضه دي تبقى منتجه. ايوه احنا الرياضه الكيك بوكسنج في العالم في قنوات كامله بتشتغل عليها، في قنوات اسمها قنوات كيك بوكسنج، في برامج فندم، في برامج كامله ده في الخارج يعني. استاذ نهاوند في الخارج واستاذ كريم في الخارج يعني بنفس الشكل كده يطلعوا مع الابطال بتوعنا ويعرضوا ماتشات للكيك بوكسنج اللي ليه شعبيه كبيره في العالم. احنا عايزين هي الرياضات القتاليه عموما ليها رونق كبير عند ناس كتير حتى لو مش بيمارسوها، بس ده في ما وصلش للاعلام المصري. يعني الاعلام المصري ما طلعلناش التصور ده، برنامج متخصص للكيك بوكسنج الناس ما تعرفش. احنا عايزين نوصل للتصور ده، عايزين نعمل برنامج ده او يبقى لينا قناه زي ما موجود في العالم تعرض ولادنا وأطفالنا. بس قناه للكيك بوكسنج يعني بتهيألي صعبه، لان الكيك بوكسنج مش هيبقى في يعني القصه عايزه رياضه مستمره، مش كل شويه هيبقى في بطوله ومش كل شويه هيبقى في حاجه اقدر ان انا اخد منها منتج. ما انا ازاي هفتح قناه خاصه للكيك بوكسنج؟ المنتج اللي انا بعرضه على المستثمرين في مصر ويفكروا في اللي انا بقوله. يبقى ضمن شيء يا برنامج مثلا خاص على الكيك تقريبا بوكسنج. كل اسبوع عندنا احداث وطبعا في احداث محليه واحداث دوليه وفي احداث عالميه تقريبا كل اسبوع. بس انت عشان تشجع حد ان هو يطلق قناه متخصصه في الرياضه دي بالتحديد لازم تبقى الرياضه دي ليها قاعده جماهيريه عريضه قوي تضمن وجود معلنين يعني وتضمن نسب مشاهده مرتفعه. طب تعالى نبدا واحده واحده يعني. انا ما قلتش مره واحده قناه برنامج ثم قناه. تصور موجود في العالم نتمنى نعمله. المجال الاحترافي مجال مفتوح، احنا في العالم اكننا زي السينما، زي ما الناس بتروح تتفرج على السينما كل يوم خميس ولا احنا في الكيك بوكسنج في العالم كده. في لما تمشي في تايلاند في ناس كل شارع تلاقي فيه كيك بوكسنج. احنا عايزين نمشي في الطريق ده، نمشي في الطريق ده ببرنامج في البدايه والامر يتطور. الاستثمار في المجال ده، المجال دوت ليه مشاهدين، ليه ناس متابعين، مش عايز ادخله في جو المراهنات. في العالم حاجات زي كده، ولكن عايز ادخله في الجو اللي يخلي الناس مرتبطين بابطاله. الكيك بوكسنج امر مختلف، الكيك بوكسنج شعبيته بالمليارات يعني البشر ليه ناس بتتفرج عليه، شوف احداثه. طيب اعملوا سيرشنج عليه، شوف كده كام واحد بيروح يتفرج على مباراه الكيك. انا عايز اسال حضرتك ازاي نستغل هذه الشعبيه في ان انا اعمل استثمار رياضي في هذه اللعبه تحديدا؟ الاول احنا انتشرنا ولا لا؟ احنا موجودين في مصر. يعني كل نادي، كل مركز شباب، كل جيم خاص هتلاقيه في كيك بوكسنج. الهدف ان احنا نخش كل بيت، اجيب سبونسرز مثلا يعني رعاه بشكل مكثف يقدروا يساعدوني ده لو يعني عشان زي ما حضرتك بتتكلم بقى اللي هي المعسكرات الخارجيه، اروح بقى الليفل تاني خالص عالمي مثلا تقريبا. انت حضرتك بتتكلمي حطيتي خطه، لو انا في سبونسرز، لو انا بقى في احداث بشكل منتظم، لو انا كاتحاد كنت بكلم عليه الوزير امبارح فندم احنا ممكن نعمل ايفنت كل يعني نعمل ايفنت بشكل مستمر، قال لي نقدر نعمل كل شهر حدث دولي ولا واحنا ندعمكم. مش ندعم الدعم المادي يكفي ان هو دعم للجيش. حتى لو الحدث استعراضي مش بالضروره يكون تنافسي. هو ده بيحصل في الاحتراف. برضه في جزئيه استعراضيه في الرياضه. ده بيحصل في الاحتراف اوقات، لكن احنا عايزين نعمله بشكل تنافسي، مصر والمجر، مصر وايطاليا، مصر وامريكا، مصر وروسيا. أوكي. يبقى لقاءات مستمره تضمن لينا التميز. انا ببحث عن ده، عندنا حلم ان ده يكون موجود ان شاء الله. عايز اقول لك الرياضه دي انتشرت في مصر بشكل كبير. احنا محتاجين الاعلام زيكم يبقى عنده الوعي انه يحطنا بشكل مناسب. محتاجين انتوا الاهلي، النادي الاهلي، نادي الانديه الكبيره في مصر عارفه ان اولادها عايزين يلعبوا كيك بوكسنج، عارفه. طب ليه ما تحطش ده في اولوياتك؟ احنا بنبحث عن ده وبنحاول نطوره. ممكن بعض الناس لسه مش مصدق اللي بنقوله، بس انا بقول لك مستر كريم، بس انا هو في يوم من الايام هتلاقونا موجودين وبرنامج وبينافس. احنا هنسعد. ما هو برنامج تمام، انا مقتنعه جدا، بس فعلا. مش قناه يعني، انا بكلم حضرتك من في المرحله دي انا موافق. يعني بس قولوا لكابتن الخطيب يعني حط اعمل لنا برنامج عندكم ولا ده في بلان بقى حضرتك حطيتها ماشي. طب برضه يعني كشكل من الاشكال يعني الاسهام في زياده انتشار الرياضه دي، وخصوصا ان هي الى حد ما برضه من الرياضات اللي كتير من اولياء الامور بيحبوا ان ولادهم يمارسوها، من منطلق ان دي حاجه هتبنيهم جسمانيا وهتبني شخصيتهم وهتخلي عندهم ثقه كافيه بالنفس الى اخره. فتقول ايه لاولياء الامور اللي عندهم اطفال سن مثلا 8 9 سنين او قبل كده لو الرياضه دي فيها مساحه ان سن مبكر عندها كمان يبتدوا يمارسوها؟ هو احنا بنبدا الرياضه من امتى؟ بنبدا من 4 سنين. انا اسف كمان، وبرضه عايزين نعمل ستريس على تفصيله ان انت عندك شق برضه من اولياء الامور الود والدوم ان اولادهم يمارسوا الرياضه دي، بس خايفين عليهم لان هم شايفين انها رياضه قتاليه ممكن ينتج عنها اصابات لابنهم. حاضر يا وضح. احنا نبدا الرياضه من امتى؟
ابنك عنده 4 سنين تقدر تجيبه يتمرن. 4 سنين بدايه. 4 سنين يقدر يتمرن. بيخش منافسات من امتى؟ من اول 7 سنين. كويس. الرياضه دي رياضه تخوف وجامده وبس كده؟ لا، الرياضه دي ليها اشكال كتير مختلفه. عايز اقول لك ان في منها اقصر قوه زي الكي 1 والفول كونتاكت اللوكي اللي بتتابع على الحلقه، وفي منها اقل قوه زي اللايت كونتاكت والسيمي كونتاكت، في منها يميل الاستعراض والشكل الجميل زي الميوزيكال فورمز، حد بيطلع كأنه بالي او جمباز، حد بيطلع يؤدي حركات على الهواء مع نغمات الموسيقى في شكل استعراضي جميل. فيبقى انا اقدر اودي اولادي لو عندي 3 اولاد زي الكوميتيه كده في الكاراتيه، مش كده؟ الكوميتيه في الكاراتيه سوري الكاتا، الكاتا والكوميتيه ده شكلين. احنا عندنا برضو الاشكال دي بس باكثر ابهارا. الكيك بوكسنج لما اتعمل في العالم كان الهدف منه تطوير رياضه الدفاع عن النفس، فهو اكثر ابهارا كموجود. يبقى انا اقدر اودي اولادي لو عندي 3 4 اولاد مختلفين الامزجه اوديهم يلعبوا كيك بوكسنج، كل واحد يلعب في مجالات مختلفه. رياضتنا للاولاد وللبنات، رياضتنا للكبار والصغيرين. مش الهدف دايما ان 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 اللي يلعب رياضه يبقى مقاتل ويحارب ويكسب ويفوز، لا، في هدف تاني للممارسه. بلعب رياضه فور شيلينج، بلعب رياضه في للاستمتاع، القوه كمان القوه موجوده والدفاع عن النفس موجود وللياقه البدنيه. في ناس بتستخدمها يعني على نغمات الموسيقى فيتنس وان هم بيخسوا انا عندي بنات صحابي بياخدوها هوايه يعني كيك بوكسنج. مش بقول لك انتشرنا؟ لا بس الحماس اللي عند حضرتك ده حلو جدا، وربنا يوفقكم بجد ومشرفنا طبعا مره ثانيه. تحيه لكل المنتخب، منتخب مصر كيك بوكسنج، وهذا الفوز العظيم جدا واللي اسعدنا كلنا كمصريين. مزيد من التالق بقى يا كابتن ان شاء الله في الفتره اللي جايه. في اي حاجه عايز تقولها قبل ما نختم؟ لا يعني نقطتين ثلاثه سريعه. اتفضل. كيك بوكسنج بدا في سنه ونص، انتشر في كل مصر. الكيك بوكسنج في الموسم اللي فات احنا اول عرب او اول افريقيا. في الموسم اللي جاي احنا بننافس في بطوله العالم ان شاء الله، ده على مستوى النتائج. الكيك بوكسنج رياضه، بدعي كل ولي امر في مصر، لا ودي ابنك وخليه يجرب رياضه الكيك بوكسنج، هيبقى هيلاقي نفسه فيها. الكيك بوكسنج مش لعمر واحد، الكيك بوكسنج لكل الاعمار. احنا بنبحث عن الاستثمار الرياضي في الكيك بوكسنج، احنا بنبحث ان احنا نعمل برنامج متخصص في الكيك بوكسنج. احنا بنتمنى مع بعض ان الكيك بوكسنج تبقى الرياضه الاولى في مصر، وبندعي كل شعب مصري يتابعها. ربنا يقدركم. حلو ده. توصلوا للامال المنشوده دي. سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا كابتن محمد صبحي، نورت الدنيا. شكرا ليك يا فندم. هنروح فاصل سريع وهنرجع لاخر فقراتنا الحواريه النهارده، وهينضم لينا كابتن محمود صالح. خليكم معانا.